أعزائي مشاهدي برنامج القلب وما يريد، نورتوني وأسعدتوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. والنهاردة هنتكلم عن ثورة يونيو إن شاء الله 30/6، وهنقول وطني حبيبي مصر ما أجملك من كلمة عظيمة حبيبة إلى القلوب، تتغنى بها الألسنة وتنطق بها الشفاء من جيل إلى جيل، فما أطهرها من معنى يسير في النفوس أسمى المشاعر وأعذب الذكريات، إنها جنة الله في أرضه وكنانته، فمن أرادها بسوء قصمه الله، فحب الوطن والموت من أجله شهادة. فما أجمل قول مصطفى الرافعي: بلادي هواها في لساني ودمي، ويمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا حليف الحب إن لم يهيم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها، وكل عام ومصر كلها بخير وسلام. خلينا نشوف مع بعض فيديو كده عن الثورة ونرجع لكم تاني. ثورتنا الجميلة اللي قامت بشعبنا الجميل وشبابنا وكل طوائف الشعب الجميلة. نشوف مع بعض بقى إنجازات الدولة ومشاريعها العظيمة، ونشوف مع بعض قناة السويس في عهد الرئيس السيسي. قناة السويس مركز صناعي لوجستي عالمي، وهنشوف معاكم الفيديو حالا ونرجع لكم. استطاعت قناة السويس استقبال أكبر سفن من الحاويات في العالم، وأحدثها ذات الحمول التي تقترب من 24,000 حاوية. نشوف مع بعض بقى العاصمة الإدارية الجديدة ونشوف الإنجازات اللي حصلت فيها. بينا العاصمة الإدارية الجديدة، أيقونة الجمهورية الجديدة، الواجهة الاستثمارية الأكبر بالمنطقة، وعنصر جذب النقد الأجنبي للبلاد. تمام. وهي قامت بعرق شبابنا، مهندس مسلح اللي هم تسليح العمال السلاح الحديد والحاجات دي، قامت بعرق كل شبابنا وكل حد محب للبلد وللوطن. وكمان هنتكلم عن حالا عن مركز الوثائق المؤمنة، وهنشوف فيديو ليها حالا وارجع لكم. مركز الوثائق المؤمنة مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات، وكمان مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنك نوت، وكمان مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام اللي هو بديل الأختام، وكمان في مركزين اتنين للطباعة المؤمنة الورقية والبلاستيكية، ومركزين لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية، وتلات مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية. هدفه ايه المركز الوثائق المؤمنة؟ مقاييس وحدة للوثائق على مستوى الدولة، وخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع التزييف والفساد، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوفير قواعد للبيانات، وزيادة الحصيلة الضريبية. هنشوف مع بعض حالا فيديو عن مدينة الدواء. مدينة الدواء هي مدينة متخصصة في تصنيع وإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصري. يقام على مساحة 180,000 متر، أحد أزرع الدولة، لتوفير دواء آمن وفعال وفي متناول يد شرائح وطبقات المجتمع المختلفة، من أكبر المدن والمصانع في الشرق الأوسط. قد إيه إنجازاتنا عظيمة وجميلة وعملاقة، مشروعات عملاقة بأيدي مصرية، وخطوة نحو التنمية دون تدخل من أي عنصر أجنبي. يعني كل مشروعاتنا دي قامت بشبابنا
دكاترة ومهندسين وعمال وكل الشباب وكل الطبقات قاموا بيها وسعوا عليها لحد ما الدولة قامت وعملت إنجازات كتير، ولسه في إنجازات أكتر ومشاريع أكتر إن شاء الله دولتنا هتقوم بيها. حالا أنا هنقول مع بعض كلمة السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي كانت بتهني الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو اللي ضرب فيها المصريين المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم نستكمل بقية فقرات برنامجنا عن ثورة يوليو، ومنتظرين مداخلاتكم واستفساراتكم وكل كلامكم الجميل عن ثورتنا الجميلة. ومعانا اتصال هاتفي من مخرجنا الجميل أستاذ عمرو هلال. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. مساء الخير يا أستاذة ولاء، على حضرتك وعلى كل مشاهدين برنامج القلب ومريد، وعلى أهلا وسهلا بحضرتك. النهارده طبعا يعني يعتبر يوم جديد في 1/7/2021 بعد احتفالات ثورة 30 يونيو المعروضة من أمس، وبعد كلمات الرئيس السيسي عن الثورة وعن دعمه للشباب في كل المجالات المختلفة. طبعا الثورة المجيدة ثورة 30 يونيو عادت لمصر مكانتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي. تمام يا فندم، احنا عايزين برضو كنا عايزين نسأل حضرتك ان قد ايه هي مشروعات عملاقة بأيدي مصرية دون اي تدخل اجنبي، دي حاجة طبعا في منتهى الجمال. اكيد يا فندم، في مشروعات كتيرة وانجازات عظيمة خلال السبع سنوات الماضية او الخمس سنوات الماضية من 2013 تقريبا لحد تقريبا 2021، منها على سبيل المثال العاصمة البشرية الجديدة اللي كانت فتحها ايضا بالامس، قناة السويس الجديدة، مدينة المصائر والرسائل المؤمنة، مدينة السواء، وبعض المشروعات الأخرى في أماكن مختلفة، أيضا مدينة العالمين الجديدة. وبصراحة الرئيس صح من خلال هذه المشروعات فتح آفاق جديدة للشباب في مجالات مختلفة، سواء في حل مشكلة البطالة، تحصيل وظائف، أيضا مجال التحول الرقمي. الفترة اللي فاتت كنا بنشوف طبعا الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس بتحاول ان هي تميكن وترقل وتتجه نحو الرقمنه في كل المجالات المختلفه، بحيث ان احنا حاليا على سبيل المثال المدفوعات الحكوميه على سبيل المثال رئيس الحظ تمام، احنا كنا بنتعامل نقديا في بعض المدفوعات الحكوميه، حاليا لا نقدر نتعامل عن طريق الفيزا كارت او الفلوس البنكيه بمختلف البنوك المصريه. تقدر النهارده تتعامل دفعك وفيرك كلها عن طريق الانترنت او حتى البنك. دي طبعا كل الحاجات كلها من ضمن الانجازات، ان انت تتحول من دوله ورقيه لدوله رقميه، انجاز كبير في حد ذاته. اما بالنسبه على المستوى العربي، الرئيس طبعا خلال الفتره اللي فاتت دي هو يعيد مكانه مصر العربيه من خلال الجامعه العربيه وارض فتح بعض التحالفات القديمه او الجديده، الاتحاد مع المتحده السعوديه والامارات والبحرين والكويت، ايضا على مستوى الابسيط استطاع ان يعيد مكانه مصر الافريقيه من خلال المنظمه الافريقيه، استطاع ايضا يفتح تحالف جديد منذ يومين تقريبا مع بغداد العراق في الجبهه الاخيره والاردن. بصراحه يعني مفيش كلام يوفي طبعا قدره ولا حكمته في اداره الالتزامات واداره كل الملفات التي تهم مصر والشارع المصري بشكل عام. تمام يا فندم، هو فعلا مشروعات جميلة وعظيمة، ولسه في أكتر وأكتر إن شاء الله. إن شاء الله هتبقى بلدنا أحسن بلد في الدنيا دي كلها، طول ما هي وطول عمرها أحسن بلد في العالم
مصر بلدنا الحبيبة في ظل رئيسنا السيسي إن شاء الله عبد الفتاح السيسي. وبجد أنا مبسوطة جدا باتصال حضرتك أستاذ عمرو، حضرتك نورتنا جدا. أنا اللي سعيد جدا بتواجدي معاك النهارده، وأفتخر أن أشارك معاك في الجميل ده. إن شاء الله أتمنى كل التوفيق لحضرتك والبرنامج وزارة الصحة والجمال. وإن شاء الله كل عام ومصر كلها بخير وأمان وسلام. يا رب يا رب، اللهم آمين. ألف ألف شكر يا أستاذ عمرو، ومتشكرين جدا لاتصال حضرتك. مع السلامة وكل سنة وحضرتك طيب. ودلوقتي هنطلع فاصل ونستكمل بقية فقرات برنامجنا. ورجعنا لكم وشفنا قد إيه بلدنا عظيمة وجميلة، وخلينا دايما جنب بعض وفي إيد بعض وفي ظهر بعض، ندعم بعض في كل المجالات علشان نقوم بلدنا، ومفيش كلنا نحب الخير للبلد علشان البلد تقوم بيكم وليكم إن شاء الله، وتبقى بلد جميلة وعظيمة زي ما كلنا حابين لينا ولولادنا حياة جميلة نعيش فيها في هناء وسلام واستقرار وحب. وللتواصل احنا برنامجنا زي ما انتم شايفين بنتكلم في كل المجالات وكل التخصصات وكل حاجة في برنامج القلب وما يريد. وللتواصل مع فريق عمل البرنامج الرقم موجود عندكم على الشاشة. هنتكلم في جميع المجالات وجميع التخصصات، فانتظرونا كل خميس في برنامج القلب وما يريد، وهنشوف مع بعض كل جديد. إلى اللقاء.